نجحت قوات الأمن بالشرقية من تصفية تاجر مخدرات وإصابة 5 آخرين من أخطر العناصر الإجرامية بأعيرة نارية، وذلك في تبادل إطلاق النيران أثناء مداهمة قوية مكبرة من مباحث الشرقية لأوقار تجار الكيف في أبو نجاح. بينضم إلينا عبر الهاتف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية. تحياتي لحضرتك سيادة اللواء. أول حملة بتعملها يعني اللي يعملها الأمن العام من 6 سنين يا فندم في هذا المكان؟ لا الحقيقة يعني احنا عندنا يعني واخدين توجيهات وتكليف من الوزارة بأن بتم رصد كل العناصر الإجرامية والتعامل معها وضبطها وتقديمها للمحاكمات وتصفية أي بؤر إجرامية، وفي إطار السياسة العامة اللي هي بتنتهجها الوزارة احنا عندنا بيتم تنفيذ السياسه ديت من خلال خطط بضعها قطاع مصلحه الامن العام، وبيقوم بها الساده مديرين الامن في كل الاماكن بما فيها مديريه امن الشرقيه. والحقيقه احنا كان عارفين ان احنا عندنا رصدين وجود عناصر اجراميه موجوده في منطقه ابو نجاح اللي هي بتشتهر بالاتجار في المواد المخدره، وبها عناصر بترتكب وقائع سرقات بالاكراه واخفاء السيارات المسروقه ولها انشطه اجراميه عديده. يعني الحقيقه في اطار برضه تصفيه البؤر الاجراميه وتنقيتها والحفاظ على ان الاماكن تبقى امنه، ويمكن ديت تكاد تكون كانت من اهم الاماكن اللي كان مطلوب رصد العناصر الاجراميه اللي فيها وضبطها، ترتب لحمله جنائيه الحقيقه تبقى بشكل نوعي مختلف عن كل مره. هم اعتادوا ان هم يرصدوا الحملات المكبره من خلال المأموريات الكبيره اللي بتبقى نازله ومن خلال الحاجات ديت، وبالتالي بيتمكنوا من الهرب مستغلين الطبيعه الجغرافيه للمكان وانها مناطق زراعيه فيها جناين، وبالاضافه لانها اغلب الاماكن الداخليه عشوائيه وضيقه طرق ضيقه بتساعدهم وتمكنهم من الهرب. الحقيقه اللي ساعد في نجاح المأموريه ديت هو وجود معلومات كانت دقيقه جدا عن مكان تواجدهم، والحقيقه اتعمل حمله نوعيه مختلفه عن كل المرات اللي هي بيتم يعني التعامل معهم، وبشكل فاجئهم الحقيقه. هم اتفاجئوا بالقوات عند التحرك، الحقيقه هم كانوا نوعيات عناصر صدر ضدهم احكام بالاعدام والمؤبد في جرائم ما بين القتل العمد والسرقات بالاكراه. فالحقيقه بدلوا يعني قاموا باطلاق العيره الناريه بكثافه تجاه القوات اللي هي انتشرت واستترت وبدات تتعامل معاهم برضه بنفس القوه وقد يزيد. اسفر التعامل عن مصرع 2 منهم، من منهم صدر ضدهم احكام بالاعدام واصابه 3 آخرين، وضبط بحوزتهم اسلحه ناريه اليه حوالي عدد 6 بنادق، كميات من المخدرات، مبالغ ماليه. الحقيقه الحملة يمكن بفضل الله وتوفيقه يعني لاقت استحسان أهالي المنطقة بالكامل، اللي هو كان الأشخاص دولة اللي معروفين بينتموا لعائلة إجرامية معروفة باسم الزلمات هناك في منطقة في منطقة أبو نجاح. يعني كان في تعاون مع الأهالي سيادة اللواء من الأهالي يعني؟ طبعا الأهالي الموضوع ده كان يعني كانوا بيتعاملوا معانا بفرحة شديدة جدا، واللي كان بيقدر يقدم لنا معونه بالمعلومه او كده كان بيمد لنا بيها، واحنا طبعا ما بنعرفش نشتغل بعيد عن الناس بيهم ومن خلالهم الحقيقه. طب سياده يعني سياده اللواء، هل افراد وضباط القوى الامنيه بخير يا فندم؟ ما فيش اي اصابات؟ الحمد لله، يعني الحمد لله احنا معانا عناصر سواء من الامن المركزي او من المباحث الجنائيه او من قطاع الامن العام، الحقيقه كلهم الحمد لله بفضل الله وتوفيقه وعندهم خبرات واكتسبوا من خلال المأموريات ومن خلال التدريب المكثف مهاره في التعامل في الاماكن اللي هي بتحتاج تعامل قتالي زي المأموريه ديت. الحمد لله ما عندناش اي اصابات، المأموريات كلها تمت بنجاح وبستر من ربنا طبعا اولا واخيرا، وبتوفيقه المأموريه كانت ناجحه جدا الحقيقه، ومن المأموريات اللي عملت رد فعل قوي جدا واستحسان عند الناس بشكل كبير يعني. طب سياده اللواء كده بابو نجاح، هذه الحمله الامنيه اللي على ابو نجاح وقبلها ابو عقيله او عقيله يعني العقوله اسفه يعني العقولة. يعني دول اخطر بؤرتين على مستوى الجمهوريه. الحقيقه العقوله ديت كانت فتره من الفترات بتشكل فيها عناصر، الحمد لله يمكن حضرتك بشهاده كل الناس ان العقوله
قرية هادئة بتنعم بالأمن تماما. تم تصفيه كل العناصر الاجراميه اللي فيها ما بين اللي واجهنا بتعامل قتالي ما بين انه لقى مصرعه او ضبط، والحقيقه حاليا اصبح فيها تواجد امني بشكل مستمر بحيث انها ان شاء الله لن تعود بؤره اجراميه. كان اللي فاضل عندنا ابو نجاح، هي كان فيها بتحوي عناصر اجراميه زي ما قلت لحضرتك، دول بينتموا لعائله ويمكن ده عامل نوع من الترابط بينهم وصعوبة الاختراق بينهم، وفي نفس الوقت بيستغلوا الطبيعة الجغرافية، لكن الحمد لله بعد والزلامات يا فندم الزلامات لي عقول. طب انا هسال حضرتك يا سياده اللواء، يعني هل نقدر نقول دلوقتي ان شاء الله محافظة الشرقية ما بقاش فيها اي بؤر ارهابية؟ لا، محافظة الشرقية اقدر اكد لحضرتك ان ما فيش بؤر اجرامية، لكن ممكن يكون فيها لسه بعض العناصر اللي احنا بنجري وراهم وبنتتبعهم، لكن معنى كلمه بؤره اجراميه ان مكان من الصعب ان النظام التباحث في المركز بقواته المحليه انه يقدر ينزلها، ما عندناش اصبح في الشرقيه هذا الكلام نهائي. اي مكان تقدر الشرطه بتدخله وبتداهمه بالقوات المحليه العاديه جدا اللي هي قوه المركز او الاس، الا انه عندنا طبعا يعني شيء طبيعي ان الجريمه موجوده للابد يعني، لكن عندنا بعض العناصر الاجراميه اللي احنا بنرصدها ونتابعها مخلينها قاعده مرتاحه اصلا يعني. فاحنا من وقت لتاني من ما بيظهر عناصر اجراميه بنرصدها وبنتابعها وبنتعامل معاها بالشكل اللي يليق بالتعامل معاهم فيها يعني. يعني بنشكر سيادة اللواء طبعا، وكل الشكر لرجال الشرطة على جهودهم وتضحياتهم اللي بيقدموها طوال اليوم. بنشكرك سيادة اللواء هشام خطاب، كل الشكر لحضرتك.